من غلطات اخواته الكبار. طب انت اختك بتلعب في الفريق الاول نور علي طلع، بتنتقديها لما تعمل حاجه غلط ولا شايفاها سوبر؟ هي طبعا يعني مثلي الاعلى، بس لا اكيد بنتقدها في حاجات في اللعب وكده. يعني في اوقات بتنتقديها واوقات ما، وهي بتتقبل كده عادي ولا ايه بقى؟ قولي لي. عادي عادي. ما تيجي تنتقدني بعديها مش هتفوتها. طيب احنا يعني اكيد في يعني مناسبه زي دي وتكريم زي ده عمرنا ما هننسى طبعا كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول، الحقيقه دلوقتي بيخوض منافسات صعبه وقويه، ونتمنى له كل التوفيق. اهلا بيك يا كابتن ايهاب. اهلا بيك كابتن ايهاب، منورنا والف مليون مبروك، انجازات كبيره. كابتن ايهاب الالفي، كابتن نبيل بخيت، كابتن اسلام وكل الجهاز، وكابتن احمد ابراهيم، كل الجهاز، مش عايز انسى حد. الحقيقه مجهود كبير السنه دي يا كابتن ايهاب. الله يبارك فيك كابتن هيثم. طبعا الحمد لله رب العالمين. اولا ببارك لفريقهم زي السنه وبطلات وفعلا نجوم ودول مستقبل النادي الاهلي، ببارك لهم على البطوله الغاليه، بطوله 18 سنه، بطوله الجمهوريه. الجيل ده مش احنا بطل الجمهوريه في السنوات اللي فاتت، الحمد لله السنه دي مع اسلام وكابتن نبيل الفرقة صراحة اتغيرت مع اسلام، ببارك له ان هم ياخدوا بطولة الجمهورية رغم النقص اللي كانوا فيه ما بين انتقال لاعبات بره النادي لسفر حبيبي حاتم لاعب منتخب مصر ومن احسن فاست سيليكشن في بطولة افريقيا مع منتخب مصر، وكمان اصابة كابتن الفرقة ولاعيبه منتخب مصر على 18 سنه بتول، فان هم يكسبوا من الفريق الثلاثه دول انا بحييهم فعلا، بطوله غاليه وانا سعيد بيهم جدا وفرحان بالبطوله دي. كمان تحت 16 سنه احمد ابراهيم ببارك له، مبروك النادي الاهلي هو بطل 16 سنه وبطل 18 سنه، وحتى 14 سنه احنا كنا ترتيبنا بعيد يا كابتن هيثم، دلوقتي احنا ثاني الجمهوريه فرقه قاعده مع كابتن خالد عيب بحييها برضو. فالحمد لله احنا في القطاع الناشئات الحمد لله في تدعيم، احنا مع كابتن نبيل اللي جايب ثلاث اربع بنات طولهم فوق ال 175 سنتي ما شاء الله، مواليد 2005 و2004، 16 سنه دعمنا بنتين او ثلاث بنات من الشيخ زايد وواحده من بره، 18 سنه الفرقه الوحيده اللي ما دعمناهاش صراحه، انت عارف السن ده بيبقى صعب الاقبال، فعشان كده انا الحمد لله في القطاع الناشئات في طفره في قطاع الناشئات، وفعلا مستقبل النادي الاهلي يا كابتن هيثم بامان باذن الله ان شاء الله يا كابتن ايهاب. وكمان ما ينفعش تبقى معايا طبعا في مداخله وما تطمنش على الفريق الاول، اخباركم يا كابتن؟ والله احنا في اسكندريه الحمد لله احنا لعبنا ثلاث مباريات، النهارده اجازه دي الدوره المجمعه النهائيه، الحمد لله كسبنا الثلاث مباريات، كسبنا سموحه وكسبنا استيد وكسبنا الشمس، النهارده راح بكره نلعب الجزيره وبعده نلعب سبورتنج ان شاء الله، السبت الجزيره والحد سبورتنج ده للنهائيات، ونرجع ان شاء الله يا كابتن هيثم يوم 5/5 الدوره النهائيه للدوري السوبر ان شاء الله. الحمد لله احنا كسبنا ثلاث مباريات، سبورتنج خسران خسر مباراه، فاحنا كده متصدرين الحمد لله الدوري لحد دلوقتي، وبكره نلعب الجزيره ان شاء الله، فدعواتك يا رب ان شاء الله تكمل على خير. الهبدة ودعواتك ودعواتنا معاك يا كابتن ايهاب، بشكرك كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، كل التوفيق لكم في اسكندريه ان شاء الله، فاضل لكم مباريتين وترجعوا باذن الله، قلوبنا معاكم ودعواتنا وان شاء الله اكيد هنتابعكم ونبارك لكم باذن الرحمن بطوله الدوري. يمكن اجي لكريم كان قبل الفاصل معك او قبل مداخله كابتن ايهاب الالفي، وزي ما قلنا ان اخواتك بيلعبوا في الفريق الاول، شايفاهم برضو مثل اعلى.